في الستيب هاي صار دور انه احنا ننظف الداتا من الكابيتال لتر، فاحنا بدنا نخلي كل الحروف كل الريفيو كل الاحرف في الريفيو عباره عن سمول لتر ريفيو. بالتالي لان اللي هعمله هون انه بدي اخذ الريفيو هذا، او خليني اقول كده بيساوي ريفيو دوت لور، تمام. هلا بدي ارجع استعرض الريفيو واشوف شو النتيجه اللي بتطلع معي في الريفيو. بلاحظ انه حرف ال W اصبح سمول، حرف ال اصبح سمول، حرف هو بين الاثنين ال وواو اصبحوا سمول. بهي الطريقه احنا قدرنا نوصل او نخلي كل الحروف في الريفيو هاي الواحده مالهم سمول. احنا لهلا بس بنشتغل على ريفيو واحده من 1000 ريفيو، رح نعالجها كلياتها، وبعد كده طريقه العلاج كلها هاي او طريقه التنظيف اللي هي الكليننج رح ندخلها في فور لوبينج تمر على ال 1000 ريفيوز، بالتالي تحصل على النتيجه اللي بدنا اياها. لهون احنا جهزنا الريفيو او سوري عملنا الستيب الثانيه. في الفيديو الجاي رح نبلش نعالج مشكله جديده موجوده في السنتنسز هاي، فخليكم معايا.